السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. وده فيديو جديد من سوبر مام. هنشوف النهاردة مع بعض خطوات عملية كده، ازاي تخلي البيت نظيف كل يوم. اللي هنعمله ان شاء الله في الفيديو دلوقتي ده خطوات هتعمليها كل يوم عشان تضمني بيت نظيف ومرتب على طول. أول ما تصحي من النوم تفتحي شبابيك البيت كله عشان الهواء يتغير. شغلي برضو الشفاط، شغلي إذاعة القرآن الكريم في الراديو أو التلفزيون، عود بخور كده تشغليه يديكي طاقة إيجابية كده ويديكي جو حلو في البيت. بعد ما تفتحي الشبابيك كلها، ويكفينا بس نص ساعة حتى في الشتاء لو الدنيا ساقعة، يعني المهم ان احنا نغير الهواء. نفتح بلكونات، يعني احنا متفقين ان احنا هنكنسها عشان التراب اللي في البلكونة ما يخشش كله جوه الشقة. التراب اللي انت شفتوه في البلكونة دوت من امبارح، يعني بقاله يوم واحد بس ما اتكنستش، مكنوسة امبارح. فدايما بيبقى طبعا الشارع بيجيب تراب كتير، لو انت ما اهتمتيش بنظافه البلكونه هتلاقي الدنيا كلها مترابه عندك جوه. لو الموضوع مستدعي ان انت طبعا تحطي فيها ميه او تمسحيها بميه، خلاص. لو مش مستدعي لا، يبقى تكنسيها بس. اهم حاجه طبعا بعد كده انك ترتبي السرير. السرير هيديكي احساس ان الدنيا مترتبه حواليكي، مش كل ما تدخلي الاوضه تجيبي حاجه تلاقي الدنيا مكركبه كده والسرير منعكش، لا كده مش هيبقى حلو خالص، ممكن تكسري وما تعمليش اي حاجه. فهترتبي السرير ترتيب كويس، تشيلي طبعا الملاية وتشيلي كل حاجة وتنفضي السرير، حتى لو مش هتغيري الفرش جديد او فرش نظيف، تفرشي السرير كويس. بعد كده الخطوة اللي بعد كده ان احنا هنشفط سجاد البيت كله بالمكنسة الكهرباء. احنا ده تنظيف يومي، مش هنشيل سجاجيد من الارض، لا احنا هنكنسها بس وننضفها ونشفط منها التراب او اي فتافيت او اي حاجة تكون في الارض. هنشفط البيت كله بالمكنسه. طبعا هتاخدي معاكي كمان السيراميك، اي سيراميك باين هتاخديه برضو بالمكنسه، تشيلي منه اي اتربه او اي شعر او اي حاجه واقعه في الارض. دي خطوه مهمه جدا. طبعا الخطوه اللي بعد كده هنمسح الازاز. اي ازاز عندك هتمسحيه يوميا، يتمسح ويتلمع. بعد كده تشغلي الغساله من اول اليوم كده عشان الغساله تاخد الدوره بتاعتها كلها، وتنشر الغسيل ويكون بالنهار عشان الشمس تيجي على الغسيل وتنشفه كويس، عشان طبعا احنا في الشتاء. بالنسبه لتلميع الازاز بقى، احنا مش هنلمع خشب عشان ده طبعا اللي احنا بنعمله ده شغل البيت يومي، فمش هنلمع خشب كل يوم، لا هو التلميع بيبقى مره في الاسبوع، انما الازاز لا، الازاز والمرايات بيبقى كل يوم. متخيله انت يعني المنظر هيفتح نفسك ازاي؟ قرآن شغال، شبابيك بيت مفتحه، هوا جديد دخل، شفاط شغال، عود بخور، سجاد الارض كله متشفط ونظيف، عندك مرايات بتلمع وازاز بيلمع. طبعا يعني حاجة كده تشجعك انك تكملي بقية يومك. طبعا الموضوع ده اللي احنا بنتكلم فيه ده ما بياخدش اكتر من ساعة، يمكن اقل كمان لو انت متعودة على كده وايدك في الحاجة على طول، ما بتاخدش معاكي وقت خالص ولا مجهود. بيدخل كمان تحت بند تلميع الازاز والمرايات كمان الرخام، نرش عليه رشه بسيطه كده من ملمع الازاز ونمسحه. بعد كده التلميع اليومي بتاع الحمام، مش هنكب ميه، مش هندلق صابون، لا الموضوع كله في بخاخ فيه خل عليه اي منظف، هنرش كده على الحوض ونرش على الحنفيات، وبفوطه نظيفه تكوني مخصصاها لمسح وتلميع الحمام، تمسحي زي ما انت شايفه في الفيديو كده، هتلاقي الدنيا كلها بتلمع عندك والدنيا ما شاء الله نظيفة في وقت قليل جدا. بس ايه اللي بيفرق بقى؟ المتابعة. المتابعة بتفرق جدا. في 10 دقايق هيكون معاك الحمام نظيف وبيلمع وكل حاجة تمام. برضو التويلت نفس النظام، هنرش عليه الخل، طبعا مركز فبيطهر يا جماعة، يعني نركز. لو احنا عندنا ديتول، لو مفيش ديتول عشان هو مثلا سعره غالي يبقى بخاف تحطي فيه خل مركز وترشي بيه. بعد كده كان في غسيل في الحبل شيلته، كانت دورة فوط، رجعت كل حاجة مكانها مع التطبيق طبعا وتنظيم الدولاب لو في اي حاجة منعكشة.
عايزه اقولك ان الفوطه بتاعت الحمام يوميا بتتغير عشان ما تعملكيش ريحه كمكمه في الحمام، وطبعا لو اي حد استعملها ما تعملش ريحه مش ظريفه. فالفوطه يوميا بتتغير، الفوطه اللي كانت في الحمام لو مبلوله شويه او منديه بتحطيها تنشف الاول قبل ما تدخليها الباسكت بتاع الغسيل. ما ينفعش تحطي حاجه مبلوله في الباسكت هتعمل لك ريحه وحشه. بعد كده اخر حاجه بندخلها المطبخ بعد ما نكون لفينا اللفه دي كلها في الشقه، طبعا احنا شفطنا خلاص السجاد والارض، هو المطبخ بقى نظيف بالشكل زي ما انتم شايفينه كده. تبداي تطلعي الغدا بتاعك ويبقى انت كده خلاص خلصتي التنظيف اليومي والتلميع بتاع البيت. تاخدي كوبايه شاي مع قطعه كيك كده تكافئي بيها نفسك، تتفرجي على التلفزيون شويه او تقعدي على النت حبه. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.